مر صاحبي مين ياسوا بعد اللعبة شبه سنة ودحين دائما دعطين تفسيرك عادي. في ناس عندهم الإحساس الميكانيك للكويس اللي يخليه يلعب شامبيونز كويسين وراح اتعلم ودرس واجتهد وهذا ما فيها شيء ما فيها شيء نهائي. اللي شد حيله ويتعلم الجيم ثلاثة أرباع الياسوات ما هم زي كذا. انت لا تطالع في اللي واحد شد عن القاعدة وتقوم تعمم على الكل. 20,000 ياسوا مرضى كلهم هارستك برونز وجولد وبرونز وسيلفر وايرون وواحد شطح واحد الحيوان المنوي ما شاء الله تبارك الله كان شوية ممتاز يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب, جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش, اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب وإن شاء الله تنبسط. لو علامة تعجب لاقي عيال يطلع لكم اللينك حقي حق اكزيت لاك. بما إني أنا جالس أسوي دعاية لاكزيت لاك كل يوم ببلاش, خلينا أقل لها استفيد منها لما أسوي دعاية. سيل أوت, I am a sell out from today onward man. I need me some money. Exit lag تجربتي الشخصية معاه جدا ممتازة صراحة. أنا شغال بإكزيت لاج من أكثر من 4 شهور أو 5 شهور ما وقف شغل, مخلي حياتي صراحة أفضل مرة كثير من لما يكون من دونه. شايف كيف؟ إيش فائدته؟ والله الفائدة ممكن تكون حاجة من حاجتين. أنت نزل اللي ببلاش وجربه وشوف هل يفيدك ولا لا. أحسن لك البينج واحد أحيانا, أحيانا ما أحسن البينج إنه والله أنت مثلا في أقرب طريق ممكن تكون على السيرفر. وإيش اللي يسوي يغير الطريق حقك من جيم من المشين للسيرفر, يغيروا طريق ثاني مخصوص يعني ما في زحمة. هذا واحد. اثنين, إذا كان الكونكشن حقك فيه تذبذب وتقطع يثبت لك إياه, وهذه أكبر ميزة بالنسبة لي أنا. يعني أنا البينج يمكن ما يفرق معايا مرة كثير, بس مشكلة التذبذب اللي كانت تصير مشاكل مع موبايلي ولا مع HTC ولا هذا تنحل. فستابيليتي دورابيليتي أند لس بينج وما هو ممنوع, ويشتغل على كل الأجيام مو بس هذا الجيم, أي جيم أوتوماتيكلي يشتغل. يعني هو دحين شغال على الباك جراوند اشتراك ولا مره واحده اشتريه وخلاص؟ لا حبيبي اشتراك ما في شيء ببلاش زي كذا مراري, بس في 14 يوم ولا اسبوع ببلاش جربوه يا عيال. اول شيء جربوه, نجح معك كان بها, ما نجح معك ارميه في الزباله. الفكره في التجربه اللي بليليش بليليش ما جات فيه. أوه. والله قلت حي كيف جا فيه بريدكشن مين يا عمي؟ هو جابها هنا انا هنا, شوف هو هنا. ايش بريدكشن مياس؟ طبعا صفر غالبا. hold up wait a minute ما ادري ايش بيسوي. افتكروا يا عيال بالله, والله دريكس اللي في البدايه والله دريكس ما هم ضروريين, قسما بالله دريكس ما هم ضروريين يعني. والله والله ورب البيت الكريم جنجل ما عندك على دريك سيبه حبيبي سيبه يا عيال. مغير شيء بالمايك حقك؟ يس, غيرت الميكسر كامل وغيرت السيتنجز حقت المايك. يلا يبغى ايش فيه؟ يلا حراج. طب يا اخي خش علي يا كيو. بعدين نبغى نلفل الاي بسرعه. هي الكيو تجيب كراكن سلاير وبعدين بيكاكس على طول تلفل الكيو, وبعدين اظن من يوم ما تكمل الرونانز تقدر تلفل الاي. اوه ماي جاد, ترجمة
حاسب اثنين ما ادري انه في براند عسال بلا. روح 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 هو ده مني نايت. ايه ما يموت كمار عندها فلاش ما عندها What the fuck? هذا No! I would have killed it. روح اقتل روح اقتل خلاص هد وط 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 يس يس همشي ايش على هذا؟ انا جاي شوفوا يطب شوفوا يطب هذا اللي يهمك انا شوف هذا حجين وش لا تضيع بالتسبيل وش 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 يا ولدي خش بهلي من هذا بس بعد ما يسوي لي بعد ما يسوي لي عشان ما عنده ألتيميت